السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي في الله. مرحبا بكم مع أمني براز. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة خفيفة نظيفة في هذا الوقت اللي راهو حشاكم كثر القرولو، هذوك الحشرات خاصة القرولو الكبير الصغير بأنواع وأشكاله تلقيه في شحال من بلاصة في يعني، وما كش عارفة وش هي الحل نتاعو. بإذن الله راني لقيت هذه الوصفة فعالة ما شاء الله طبيعية، خاصة للناس اللي ما يحبوش رائحة هذوك المكونات والرائحة نتاع هذوك الادويه المضره. يعني بالنسبه لينا راهي تكون في التنفس مضره وممكن تنفع تقريلو ممكن ما تنفعش. المهم في الوصفه نتاعنا ما نطولش عليكم، واش نحتاجو هنا ما رانيش راح نخلط لاني كنت شويه مزروبه بصح قلت معليش ندير لكم الفيديو من بعد راح نخلط الخلطه. المهم كما راكم تشوفوا نحتاج الى خل هذا، خل سواء احمر ولا ابيض عادي، ديروا منه كاس من الخل، يعني مثلا عمروا كاس من الخل ونصف كاس من الملح، كاس خل نص كاس من الملح. واش تزيدوا لهم؟ تزيدوا لهم ملعقه برك ولا القليل من سائل اواني ايزيس هذا ولا اي سائل عندكم تاع الاواني ديروا منه ملعقه. نعاود لكم الوصفه، كاس خل نص كاس من الملح وملعقة من الإزيز وتخلطوهم كامل مع بعضهم، تخلطوهم بكاس تعمى. بعد ما تخلطوهم بكاس تعمى خلطوهم هكذا مليح باش ينسجموا المكونات ويطلق الخل والملح يطلقوا مع بعضهم. رايحين ديروهم في بخاخ نتاع اللي يرشوا به اي وحاجه عندكم قرعه يعني فضت لكم من تاع البخاخ ديروا فيها وتشدوا ترشوا في الاماكن اللي عارفين يخرج منهم الجريلو. هنا الوصفه هذه راهي ماهيش رايحه تضركم، ما راهيش رايحه تطلق هذيك الرائحه الكريهه، بل حتى الخل والملح راهم تعقيم في حد ذاتهم للمنزل. يعني اي وحده تقدر تديرها سواء يعني باذن الله راح تنفعكم، واذا ما نفعتش ماهيش رايحه تضر وبإذن الله راح تنفع. وجربوها وحطوا لي آراءكم وتعليقاتكم في لي كومونتير. كيما نعاود ونقولكم كاس خل نص كاس ملح مع ملعقة من الإزيس أو سائل أواني، وزيدوا لهم كاس من الماء ماء عادي برك، خلطوهم مليح ديروهم في بخاخ ورشوا في الأماكن اللي عارفين أنه تجي منهم الحشرات أو القرولو، وبإذن الله رايحين تتخلصوا منه نهائيا خاصة في هذا الوقت. ونصيحة ماذا بيكم تحاربوا القرولو في أوقات اللي ما يبدأ يدير البيضة نتاعو، يعني في وقت يقولوا هما وقت مارس وأفريل يبدأ القرولو يدير اكرمكم الله يدير البيض نتاعو. ماذا بيكم انتم تحاربوا يعني رشوا الدار كامل بالادويه سواء هاد الخلطه اللي درتها لكم ولا ادويه اخرى، باش من بعد باذن الله لما يجي اواخر افريل ويجي ماي ما تلقوش حتى كان تلقوا حاجه خفيفه برك، مش راحين تلقوا حاجه كبيره. المهم هذه وصفتنا لليوم، ان شاء الله تجربوها وتحطوا لي ارائكم وتعليقاتكم. كونوا متاكدين باللي راني ما حطيتهاش حتى نجربوها شحال من وحده ولقيت فيها نتيجه وياسر شكروها، قلت راح نشاركها معكم ونستفادوا كامل مع بعضنا. هذه وصفتنا بالنسبة لليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى في وصفات أخرى مع أم نبراس. سلام.